من أرض كربلاء يعلو هذا النداء. لبيك يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبتم وطابت تربة كربلاء التي دفنتم فيها. في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة مقتل الإمام الحسين عليه السلام، نستعرض ماذا حصل بعد استشهاده واستشهاد أصحابه عليهم السلام. أقول وبالله التوفيق ومنه السداد، بعد استشهاد الإمام الحسين في كربلاء وبقاء الأجساد الطاهرة على رمضاء كربلاء المنكل بها بالسيوف والحراب والرماح، تشفيا من حقدهم الأموي الدفين الكامن في قلوبهم السوداء التي لم تعرف الرحمة يوما ما، فهي قلوب كوفية شامية ناصبت العداء لأهل البيت وتربت عليه، فأنى لها الرحمة. وأما الرؤوس الشريفة التي كانت محزوزة عن الأبدان فقد حملت على الرماح لمسافات طويلة وطيف بها البلدان. وأما ما تبقى من أهل البيت في كربلاء فقد أسروا وقيدوا أيديهم وأرجلهم بالسلاسل ووضعوا الأثقال على رقابهم ليزدادوا عذابا على عذاب رؤيتهم بما حصل على الحسين وأصحابه. قال القرطبي في التذكرة في المجلد الأول صفحة 1114، قال ما نصه: وبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق، فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا فضلهم وشرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته وقابلوه بنقيض مقصود وأمنيته، فواخجلتهم إذا وقفوا بين يديه وفضيحتهم يوم يعرضون عليه، والله أعلم. وقال القرطبي أيضا في صفحة 1120 ما نصه: وساق القوم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كما تساق الأسارى، حتى إذا بلغوا بهم الكوفة خرج الناس فجعلوا ينظرون إليهم، وفي الأسارى علي بن الحسين، وكان شديد المرض، قد جمعت يداه إلى عنقه، وزين بنت علي وبنت فاطمة الزهراء وأختها أم كلثوم وفاطمة وسكينة بنت الحسين، وساق الظلم والفسق معهم رؤوس القتلة. فكما ترون بأن القرطبي قد أثبت كون بني أمية لم يكتفوا بمخالفة وصية النبي، فقتلوا ابن النبي وحبيبه الإمام الحسين، وقتلوا أصحابه وحزوا رؤوسهم واستباحوا لعن وسب أهل البيت، بل وسبوا النساء والأطفال وحملوا الرؤوس على الرماح من كربلاء إلى الكوفة. والعجيب أن الناس كانوا ينظرون لهذه القافلة النبوية الذين أسرهم جيش يزيد الناصر ولم ينبسوا ببنت شفر. وجاء في عمدة القاري على شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني في المجلد السادس عشر صفحة 331 ما نصه: ثم حملوا رأس الحسين ورؤوس القتلى من أصحابه إلى عبيد الله بن زياد وهو بالكوفة، وكانت الرؤوس 72 رأسا. فماذا فعل ابن زياد والي يزيد على الكوفة برأس الحسين ابن النبي صلى الله عليه وآله؟ جاء في صحيح البخاري بن برزبة صفحة 921 بسنده عن أنس بن مالك قال: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست، فجعل أي ابن زياد ينكث وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أي الحسين أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مخضوبا بالوسمة. كما تعلمون بأن البخاري من عادته التلاعب بالأحاديث ويحاول جاهدا أن يخفي فضائع ومخازي بني أمية وعم مالهم الخونة، فقوله جعل ينكث فهو مبهم، ولكن ورد في كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط في المجلد الخامس عشر صفحة 429 بسنده عن أنس بن مالك قال: كنت عند ابن زياد إذ جيء برأس الحسين، قال: فجعل يقول بقضيبه في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا حسنا. فقلت أي أنس: أما أنه كان من أشباه
متلاهم برسول الله صلى الله عليه وآله. وقال المحقق شعيب الأرناؤوط في الهامش رقم 1 إسناده صحيح، رواته ثقات إلى آخره. وأخرج الخطيب التبريزي في مشكات المصابيح بتحقيق الألباني صفحة 1741 ما نصه. وفي رواية الترمذي قال: كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين فجعل أي ابن زياد يضرب بقضيب في أنف الحسين ويقول: ما رأيت مثل هذا حسنا. فقلت: أي أنس، أما إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يقول الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب. كما ترون بأن ابن زياد كان ينكث ويضرب بالقضيب رأس الحسين وأنفه سلام الله عليك يا أبا عبد الله. والعجيب أن الصحابي أنس بن مالك يعرف فضائل أهل البيت، ورغم أنه رأى هذا المنظر المؤلم أمامه ولكن لم يستطع أن يفتح فمه أمام ابن زياد. ما هذا الخذلان يا أنس، خذلك الله. وفي هذا الصدد نقل بدر الدين العيني في عمدة القاري في المجلد 16 صفحة 332 عن صبط ابن الجوزي ما نصه. وقال صبط ابن الجوزي: أما كان لرسول الله على أنس من الحقوق أن ينكر على ابن زياد فعله ويقبح له ما وقع من قرع ثنايا الحسين بالقضيب؟ ولكن الفحل زيد بن أرقم فإنه أنكر على ابن زياد، فروى الطبري بسنده قال: شهدت ابن زياد وهو ينكث بقضيب بين ثنيتيه ساعة، فلما رآه زيد بن أرقم لاهجه عن نكثه بالقضيب، فقال له: اعلي بهذا القضيب عن هاتين الشفتين، فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما. ثم انفضح الشيخ يبكي، أي زيد بن أرقم، فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيك، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فقام وخرج زيد بن أرقم. وبعد حمل الرؤوس وسبي نساء أهل البيت من كربلاء إلى الكوفة أخذوهم إلى الشام، وصار هناك يزيد ينكث برأس الإمام الحسين بالقضيب أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان على هذه القلوب المريضة المليئة بالحقد والغل على أهل بيت النبوة. حيث يقول السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب في المجلد الأول صفحة 69 ما نصه: وفي الوافي بالوفيات عن الكياه الراس سئل عن لعن يزيد فقال إلى آخره، ثم ذكر أنه سبى أهل البيت لما ورد من العراق على يزيد، خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي والحسين والرؤوس على أسنة الرماح وقد أشرفوا على ثنية العقاب، فلما رآهم الخبيث أي يزيد أنشأ يقول: لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس على شفا جيروني نعب الغراب، فقلت: قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديوني. يعني بذلك أنه قتل بمن قتله رسول الله يوم بدر عتب جده أبو أمه وخاله وغيرهما. قلت: أي السفاريني، أنا لا أشك أن قائل هذا الكلام خارج من ربقة الإسلام، والله ورسوله بريئان منه. ثم أن الخبيث لما أتي برأس سيدنا الحسين رضوان الله عليه تناول بقضيب فكشف عن ثناياه. وقال الذهبي في سير علام النبلاء في المجلد الثالث صفحة 37 ما نصه بسنده قال: رأيت امرأة من أجمل النساء وأعقلهن يقال لها رية حاضنة يزيد، يقال بلغت 100 سنة. قالت: دخل رجل على يزيد فقال: أبشر فقد أمكنك الله من الحسين، وجيء برأسه. قال: فوضع في طسط فأمر الغلام فكشف، فحين رآه خمر وجهه كأنه شم منه. فقلت لها: أقرع ثناياه بقضية؟ قالت: أي والله، إلى آخره. وذكر باقي الحكاية وهي قوية الإسناد. فيزيد الملعون عندما جاء له برأس الإمام الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله إلى الشام على الرماح، فصار ينكث بالعود في فم الإمام الحسين الطاهر: ألا لعنة الله على يزيد وأتباع يزيد ومن يترضى على يزيد ويقبل به. وقال ابن حجر الهيتمي في المنح المكية في شرح الهمزية صفحة 519 ما نصه: والمشهور أنه جعل ينكث الرأس بالخيزران، وقيل: والعجب كل العجب من ضرب يزيد ثنايا الحسين بالقضيب، وحمل آل النبي صلى الله عليه وآله على أقتاب الجمال موثقين في الحبال.
والنساء مكشوفات الوجوه والرؤوس. فكما ترون هؤلاء النواصب لم يدعوا سترا لأهل بيت النبوة إلا وهتكوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الأحداث والوقائع الأليمة التي نزلت على أهل البيت يوم عاشوراء وما حصل بعدها من سبي وحمل للرؤوس لو صبت على الجبال الراسيات لتدكتكت وانهارت. ولأن لأهل البيت كرامة خاصة عند الله سبحانه وتعالى فقد حصلت تغيرات كونية، فهي آيات سماوية وأرضية ظهرت للعيان وفي مشارق الأرض ومغاربها، وهي تدل على غضب الجبار سبحانه وتعالى على ما حصل بأهل البيت في هذه الواقعة الأليمة، وسنتكلم عنها في الحلقة المقبلة بإذن الله الواحد الأحد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.